مين بيهمل شكله بعد الزواج، الرجل ولا المرأة؟ المرأة أكيد المرأة. الرجل شو؟ ضل مشمشب؟ ضل مشمشب حاله أكيد. المرأة تهمل حالها أكثر من الرجال. هيك رأيي. تلتهي بالبيت والأولاد المسؤوليات، خاصة إذا كانت موظفة يعني. الرجال أكثر، يعني المرأة كل ما لا بتحب تعتني بحالها أكثر، بين حالها أكثر. إيه فبيكون الزلمة يعني بهي وجهة نظري، إنه الزلمة بيهمل حاله يعني بعد ما أمن صار عنده مرأة وبيت وعائلة. لا المرأة. إذا كان في أولاد تعتني بأولادها أكثر من زوجها، طبعاً عشان هيك الزوج بيروح بدور على غيرها. أكيد. أما لو هي اعتنت بحالها شوي ممكن تكون الأمور معهم متعادلة يعني. وفي ناس لا، الرجل هو اللي بيهمل حاله. عرفتي كيف؟ بس أكثر شيء أنا بلاحظ المرأة. هلأ هي الشغلة بترجع شخصية، يعني ما فيها رجال ومرأة، حسب الشخص هو بالأساس. عنده الأولويات، عنده مثلا اهتمام بالتفاصيل. والمعروف بشكل عام إنه المرأة بتكون ضغوطاتها أكثر عند البيت والولاد والطبخ وهدول القصص هاي، وكمان إذا كانت عاملة برات المنزل. الرجال في منهم بيكونوا بيهتموا بحالهم، وفي منهم كمان بيهمسوا حالهم، يعني بترجع شغلة شخصية ما دخل.